فلوس الفين مشات موازين والحفلات. هاد الشعار كترفعوه باش كتعبروا على المقاطعه ديالكم ولا التنديد ديالكم من مهرجان موازين، مهرجان كبير السي رشيد، ولكن في نفس الوقت انتم كطلبوا المقاطعه ديالو، علاش السي رشيد؟ لان هذا المهرجان هذا هو شجره وموراه غابه، الغابه هذه عندها امتدادات سياسيه، عندها امتدادات اقتصاديه، وهذا المهرجان هذا ماشي مهرجان عادي، مهرجان موراه مجموعه ديال الناس اللي هما في مربع القرار السياسي والاقتصادي. داروا هذا المهرجان باش يبتزوا به المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه ويديروا مجموعه ديال الثروات من هنا ومن لهيه ويقربوا اللي قريب ويبعدوا اللي بعيد وهو بعيد عن لا. ولكن اليوم شكون هي البلاد في العالم اللي تتجيب خمسه سته ديال لي ستارت اب تخلصوا ما بين 500 حتى 700؟ ولا كانت امكان نوصل للمرحله اللي خص يتم الغائه. انا من الناس اللي حضرت الموازين وتفرجت الموازين في البدايه ديالو، كان المهرجان موضوعاتي جميل رائع يصدق شعار ايقاعات العالم. اليوم موازين تم السطو عليه من طرف مجموعه ديال عباد الله، الهدف ديالهم هو انهم يديروا شي شويه ديال الفلوس ويركعوا مدراء المؤسسات العموميه ويركعوا المستثمرين اللي جايين في البلد. ولكن كيقول لك التمويل الخاص ما كانش تمويل عام. لا لا، هذا الموقف ديالهم. ذكرى التمويل الخاص غادي تشوف هذاك اللوغو اللي لهيه غادي تلقى جيليك، هذيك جيليك هي شركه الطاقه الاماراتيه، جات الجرف الاصفر. المدير الامريكي اللي قدم استقالته كيقول شنو في الرساله اللي رفعتها المحاميه ديالو على شركه الطاقه الاماراتيه؟ يقدم استقالته لخمس اسباب، منها انه تفرض عليه يعطي 5 ديال المليون دولار لمهرجان موازين. بالمقابل استثمرت هذه الشركه في الجرف الاصفر خارج المساطير وخارج القوانين. هنا موازين ما كيبقاش مهرجان ديال الثقافه، هنا موازين يصبح عنوانا للرشوه. اتصالات المغرب كانت كتعطي شي شويه ديال الفلوس للبولفار، شي شويه ديال الفلوس للمهرجان في طوجطات، شي شويه ديال الفلوس للمهرجان في طاطا، ولات كتعطي كاع داك الشيء اللي عندها ولا اغلب اللي عندها المهرجان موازين. شنو وقع للمهرجانات الاخرى؟ ماتت فضات. وللاشاره اتصالات المغرب فيها ازيد من 30% ديال الراس المال العمومي. الاشهار اللي كيقولوا كيدخلوا منه الفلوس عن طريق السهرات المباشره التي يتم نقلها في ميدي ار في دوزيام في لا اف بي ام، هذه في القنوات ديال من؟ ماشي ديال السي المجيد الله يخليك، ديال الشعب المغربي وديال القطب العمومي. لكن هذه غير يعني باش هي الفلوس عموميه وديال هذا الشعب. فتحتوا شي حوار ولا طالبتوا مثلا باللجنه المنظمه ولا جمعيه مغرب الثقافات باش توصلوا لهذا الخطاب ديالكم ولا لا؟ هذا الخطاب هذا محارب تماما. نعطيك مثال بسيط، جينا في واحد البلاد فيها ان النقاش خص يحتضنوا الاعلام العمومي بما يعكس التعدد ووجهه النظر وكذا. من جونفي جميع قنوات القطب العمومي بين قوسين القطب الرسمي هو ماشي العمومي كتنقل لي سبوت بيبليسيتير، كتستضيف الناس ديال المغرب الثقافات، تعمل على النقل المباشر الى الى الروبورتاجات البرامج الخاصه غيره. لا وجود لصوت معارض لموازين، علاش؟ لانه كاين تعليمات صارمه في هذه البلاد. ولكن في الاعلام مثلا انا كنشوف الصحافه كنشوف المواقف ديالكم ناس مقالات يعني في الصحافه المكتوبه والالكترونيه اللي كينتقدوا مثلا مهرجان موازين. الصحافه الالكترونيه هي صحافه مستعصيه على هذوك خوتنا في الله اللي قابضين في كل شيء. جزء كبير من الصحافه المكتوبه ضرب الطم لانه كاين طريف ديال الخبز كياكلوه مع مهرجان موازين في الاشهار. التلفازات المغربيه فيها التعليمات وبعض الفترات فيها لو كونفلي دانتيغي، المدير ديال ميدي ان تي في هو نفسه عضو المكتب ديال جمعيه مغرب الثقافات. هادشي علاش قلت لك راه ربيش خدام في هذه الجمعيه هذه. الرئيس لو بريزيدون دونور الرئيس الشرفي هو الوالي ديال الرباط، نائب الرئيس الشرفي هو رئيس مجلس المدينه، النائب الثاني ديالو هو رئيس. وشنو هو المشكل؟ مهرجان كبير وخصو يعني واحد التنظيم على اعلى مستوى، ويعني من الطبيعي انه يكون شخصيات هي وازنه انها تحتضن هذا المهرجان باش تنجحوا. وكتهضر على الوالي، كتهضر على شي والي رئيس جمعيه في المغرب. لا، الجمعيه ديال المهرجان، لان المهرجان خصو تنسيق امني وتنسيق على مستوى الوالي رئيسي واللي رئيس شرفي ديال المهرجان. انت ملي كتكون في شي مدينه صغيوره وعندك 17 جمعيه داخل ديك المدينه الصغيوره، ناض العمل ديال هذيك المدينه بقدره قادر فتراس احدى الجمعيات، واش كتظن انت بان الفاعلين الاقتصاديين على مستوى هذيك المدينه اللي انت فيها سيتعاملون بنفس المنطق مع الجمعيات؟ غادي يمشي ويحزروا ويطلبوا ويلحسوا الكابه للجمعيه اللي كيتراسها العمل. تعرف علاش؟ لان هذاك الفاعل الاقتصادي على مستوى ديك المدينه كيعرف بان العمل هو اللي في الدو التراخيص، بان كيعرف بان العمل هو اللي في راسه مفاتيح جميع. ولكن غادي يكون مشكل.